مرحبا بكم الاخوان فيديو جديد بالليا ما غنساليوش من الدراما ديال اللعابه ها ايكاردي ها نيمار ها كورتو ها بيكي ودابا جا الدور على ديفيس ديفيس لاعب ديال بايرن ميونخ بايرن ميونخ كيف ما بغيتي تسميه والمنتخب الكندي اي انه غيلعب ضدنا في الكوب دي موند وصاحبته جوردين هويتما اللي تاهي كتلعب كره البي اس جي والمنتخب الكندي تاهي كانوا مكونين وحده من اشهر العلاقات في عالم كره القدم نظرا للفايب اللي بيناتهم حيت انهم كانت عندهم شي وحده ليهم بجوج كانوا كيديروا تيك توكس كيطلقوا اللايف كستريميو يعني كانت واحد العلاقة فغيمو شابة من فاتح البيبليك ولكن نهار 23 من الشهر اللي فات شهر 5 من 2022 ومورا 50 ولا 6 سنين ديال العشرة كاصاو وسلاو العلاقة ديالو تفارقوا الامر اللي خلى كل شيء ندهش فعلاش تخاصمو واش بصح ديفيس خرج كيبكي قدام الكاميرا على قبلها قاعد يا الاخوان غنتعرفوا عليه في هذا الفيديو هذا اكثر ولكن قبل وكيف ما في كل فيديو نخليكم مع سبونسور ديالو اللي هو وانيكسبيت وانيكسبيت هي واحد البلاتفورم اللي كتمكنك من انك تلعب على الفرق المفضله ديالك على التليفون يعني الا كنتي ديجا كتكوطي راه هاد البلاتفورم فيها احسن لي بونيس ها هو قبل ما تلعب كنأكد على ثلاثه الحوايج اول حاجه هي ان اللينك كيخدم معاه في المغرب ثاني حاجه ضروري وكنأكد على ضروري تكون فوق من 18 عام وثالث حاجه ما تنساش تخدم برومو كود ديالي اللي هو فرح 11 اللي كيمكنك بدورك من انك تربح 130 دولار اوكي تلقاو هذا الشيء في الديسكريبشن واول كومونتير سو خليتي اللايك ديالك ديك سابوني رجعتي اقري ما زيدش نطول عليكم نخليكم على الانترو ونبداو دي كاس اي واحد مشاهد وما عندناش مع الكساله نبداو باننا نتعرفوا شويه على كل من ديفيس وجوردين الفونسو ديفيس تزاد نهار 2 نوفمبر من عام 2000 رباق صغير عام 2000 في غانا وبالضبط في بودوبورا اللي هو واحد البلاصه كيتجمعوا فيها اللاجئين حيت ان عائلته جات هربانه من ليبيريا عائلته قدرت تهاجر لكندا ملي ديفيس دار 5 سنين ومن تما غيبدا الولع ديالو بكره القدم ديفيس مورا ما مشى لكندا ب 10 سنين اي ولات عنده 15 عام وفي 2015 دخل للسونتر دو فورماسيون عقلو معايا مزيان على هذا الفريق ديال وايت كابس اوف فانكوفر اللي هي واحد الفرقة في كندا عقلوا على السمية والعام وايت كابس اوف فانكوفر عام 2015 مورها بعام ومورها ما داز من الفريق الثاني الاول وبعمر 16 عام قدر يماركي على لوس انجلوس جالاكسي وتسجل كاصغر لاعب كيسجل في الدوري الكندي ريكورد بالنسبة ليه بيان سور هاد الصدد كامل غادي يخلي مختلف الفرق الاوروبية اللي كان ابرزهم الباير يهتم به ويشوف الموهبة اللي عند هاد الشاب هذا كشي علاش ومورها ملعب ما بين 2016 و 2018 الوايت كابس اوف فانكوفر غادي يتعاقد مع الباير في 2018 ولكن نظرا لانه كان باقي ما دارش 18 عام اي سن قانوني تسناوه تدارها دونك 2016 2018 لعب الوايت كابس اوف فانكوفر في جونفي ديال 2019 مشى للباير والباقي كنا عارفين وكنا شفنا النيفو ديالو بالنسبه للمسيره ديالو مع المنتخب الكندي حيت انه تجنس كندي اون فوا ولا ليغال ولا عنده الوراق خطفوه عيطوا ليه يلعب معاه فيما يخص صاحبته جوردين هويتما حتى هي كتلعب كره زادت نهار 5 من شهر 5 من 2001 في كندا نيت الغريب هو انها بدات كتلعب كره ملي كانت عندها 4 سنين يعني فريمون محترفه من صغرها بيان سور كتبدا في سن مبكره الحظوظ ديال كيكونوا اكبر بينات على الموهبه ديالها وخلات انه في 2015 عقلته وايت كابس اوف فانكوفر الفرقه الفيمينين ديالهم عيطوا لها باش تلعب معاهم دونك 2015 جوردين والفونسو كيتلاقاو في وايت كابس اوف فانكوفر في كندا تلاقاو تما ولكن ما تصاحبوا حتى العام موراها في 2016 فين ديفيس هادشي عاودو هما في لاشين ديالهم كان شافو في لي زونترينمون وعيط ليها وقال انه ما كانش كيعرف يتصرف ولكن قدر انه يتصاحب معاها في 2016 فتخيلوا معايا بدات العلاقه في 2016 وهو عنده 16 عام وهي 15 عام عامين موراها في 2018 كيف ما قلت لكم جا العرض لديفيس من الباير وهي جا عرض من البي اس جي دونك هي مشات في 2018 لفرنسا باغي تلعب البي اس جي وهو تسنى راس العام ومشى لالمان هادشي في 2018 ولكن رغم لا ديستونس ما سالوش 2018 فراه كملوا حتى 2022 يعني انهم دوزوا 6 سنين ولا 5 سنين ديال العشره رغم ان الطرق ديالهم تفرقوا هذه 4 سنين ولكن السؤال كيتطرح على صبروا بزاف وفي الاخر تفارقوا شنو وقع فراه هذا راه دريم كابل كيف ما كتشوفوا هو كيلعب كره هي كتلعب كره مفاهمين مع بعضياتهم عندهم نفس الضحك كل واحد فيهم عارف كل شيء على الاخر بجوجهم عندهم نفس الجنسيه مفاهمين الاخر علاش يتفارقوا بزاف خرجوا كيقولوا على انها هي خانته هو ولكن هو بداته خرج في تويتر ديالو هادي فين كيأكد على ان كاع الاخبار اللي خارج عليها راه فيك وانه هو كيحترم جوردين بزاف وان داكشي اللي تقال عليه ماشي بصح يعني ما خانتوش ما كاين حتى شي واحد عارف السبب الحقيقي علاش تفارق ولكن اللي كيتجمعوا فيه كاملين هو انه العلاقه كانت فريمون ا ديستونس اللي وصل لواحد لو بوين اللي حتى واحد فيهم ما كان مستحمل يزيد يكمل فيها راكم عارفين هو كيلعب كره عليه ضغط كبير وستريس كبير فراه ملي كتكون لاعب ولا اي خدمه فيها ستريس بزاف كتبغي تدخل للدار وتحيد داك ستريس كامل ولا تشاركو مع الشخص الاخر
اخر في حياتك فهمتوا. ملي كتدخل الدار ما كتلقاش وتا هي راه كتلعب كره، ملي كتدخل الدار ما كتلقاش هو، كتدخل ما كتلقى حتى شي واحد يسيبورتيك فيزيكمون قدامك، تحس براسك ناقص شويه، ناقصك شي حاجه في حياتك. نعطيكم مثال، فرا البايير هاد العام هذا تقصات في الكارت فينال مع فياريال، واحد الاقصاء اللي ماشي عا كيضر يخليك تصوطا سورتو لك تي كومبيتيتيف. فرا تخيل مع ديفيز غادي خاسر من فياريال في كارت فينال، دخل دارو ما يلقاها شي، ما كاينش داك السيبور فيزيك يعني ما حسش براسو مزيان هي تطلع عليه المورال، ما حسش هي براسها مزيان هو يطلع عليها المورال. سي فري كو التليفون ابيلات مي ماشي فحال نفس البلاصه. داكشي علاش اللعاب علاش كيتزوجوا مثلا وهما صغار في العمر؟ اولا حيت كتكون عندهم لا كاباسيتي فينونسيير يعني عندهم فلوس ديال بصح، وثانيا باش يقدروا يركزوا في الكارير ديالهم ويلقاو سيبور من عند الطرف الاخر سوك شي لعاب ولا لعابه. فراه كل من ديفيس وجوردين عليهم ضغط كيفما قلت لكم. سي فري كو ديفيس كبر بيسكو راه الفوتبول ماسكول عليه اهتمام اكبر، ولكن هادشي ما كيمنعش ان حتى هي محتاجه السيبور، وهذا هو سبب الفرق انهم مابقاوش مستحملين لا ديستونس بيناتهم، وحتى واحد فيهم ما كان مستعد يتنازل على الكارير ديالو ولا الفيتور ديالو مع الفرقه ديالو. فراه هي تقدر تعاقد مع الفرقه 80 ديال الباير ولا هو مع الفرقه ديال بي اس جي، كان حتى واحد فيهم ما بغى يتنازل على المستقبل ديالو قرروا يساليوه. راه هاد القضيه دارت بوم ديال بصح مورا ما هو لا حتويت في الاول ما كانتش عندها الصدد كامل. شنو وقع مورا ما تفارقوا؟ بداو كيتلاحوا بزاف د الريلز بزاف تيك توكس بزاف الايديتس كيبان فيهم ديفيس كيبكي كيهرنط. داكشي راه كذوبه الاخوان، ديفيس كان كيستريمي في تويتش، وداك ستريم ولا داك اللقطه ديال اللي بكا جبدوها من واحد ستريم كان تاهلات فيه كندا، يعني انا هو كان كيتفرج في كندا وتاهلات للمونديال اللي هي سابقه ليه هو اول اكسبيريونس ديالو في المونديال، دونك ضروري ما كان غير رياكتي ايموسيونيلمون. هو بدا كيبكي حيت المنتخب ديالو تاهل للمونديال اللي هو مشارك، راه طاحوا معنا في جروبات حنا المغرب، هما شدوا داك الكليب وداروا على انه كيبكي عليها هي. الوغ كل لاحظتي في داك الكليب نيت كيبان لك تصورتو تصورتها اللور مطبوعه، داكشي فيك الاخوان، ما كانش كيبكي على صاحبته بل كان كيبكي على المنتخب ديالو اللي تاهل وبالفرحه. واه حللها هما تفارقوا لشي خليت صورت اللور. اوكي حوايج اخرى اللي ترتبوا على الفرق ديالهم هي انه كانت عندهم واحد لاشين بجوج حيدوها، حيدوا كاع التصاور ديالهم في انستغرام سواء هو ولا هي كاملين ما بقاوش، ويمكن حتى انفولوا بعضياتهم، دونك اوفيسيالمون سالاو ما بقاوش مصاحبين. هي مكمله الكارير ديالها في بي اس جي وهو في الباير وبجوجهم في المنتخب الكندي. وهنا كنبغي نطرح عليكم واحد السؤال ايها المشاهدين الكرام، واش يمكن لك تصبر على ديستونس مع البارتنر ديالك؟ واحد من اهم الاسئله اللي طرحتهم لينا هذه القصه هذه، فانا في اي قصه كنبغي نجبد سؤال للحلقه فهمت، واش يمكن لك تصبر على ديستونس ولا ضروري خصك تكون في نفس البلاصه مع البارتنر ديالك؟ كاين اللي كيعتبر ان لا ديستونس تحدي، ولا كنتي كتبغي داك الشخص نيت غادي تصبر وغادي تتحملها، وكاين اللي لا كيقول انه مستحيل تعيش مزيان الا كان البارتنر ديالك بعيد عليك نظرا لضرورات الحياه وكذا، ومن الافضل تقرب من شي واحد قريب ليك، حيت انك كيبداو الشكوك شنو كيدير هذاك شنو كيدير هذاك، ما كتلقاو السيبور كيف ما شرحنا في القصه ديال ديفيس. دونك السؤال بكل اختصار، واش يمكن لك تقبل غولاسيون ديستونس ولا ديفينيتيفمون لا وعلاش؟ اخوانا كومونتير دابا كومونتير غنقرا كاع لي كومونتير، والراي اللي عجبني وبان لي فريمون ناقش نخلي ليه القلب. وهكا كنكون وصلنا لاخر الفيديو ديالنا، شرحت لكم كونكو ان داك ستريم فيك يعني ما بكاش عليها بكى على الفريق ديالو حيت انه ما خرجوش دي ديتاي علاش تفارقوا اصلا عاد باش هو باش يدير ستريم ويبكي عليها. قلت لكم السبب اي انه ديفيس وهي محتاجين السيبور سورتو في الخدمه ديالهم، مايمكنش يستحملوا هذا البعد وهادي كتبقى تيوري، وانتم عطيو الاسباب ديالكم شنو كيبان لكم. هكا كنكونوا سالينا الفيديو ديالنا، كان معكم فاروق لايف، نتمنى يعجبكم الفيديو ونتلاقاو في فيديو جاي. تهلا. Mamma mia, watch phone kaftach, watch phone kashar. Mamma mia, watch phone kamin, watch phone kasgar. Mamma mia, watch phone kandir, watch phone kasharam. Mamma mia, watch phone kandir, watch phone.